السلام عليكم إخواني، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم. كاين الإخوان الجديد فيما يخص مقتل المواطن الأمريكي جوزيف كريستيا، هذا اللي كان كيشغل كمترجم للأمين العام للأمم المتحدة السابق فالداين، هذا الموظف الأممي اللي تقتل على يد إبراهيم غالي نفسه. الجديد الإخوان هو حتى تساؤل كنت كنطرحو ديما على راسي، كان مصدعني أنا، هو هذا التساؤل راه درت عليه فيديوهات وتناقش فيه عدة مرات. علاش الجزائر ولا الجيش الجزائري ولا الدرك الجزائري كيقتل الشباب الصحراويين خصوصا المنقبين على الذهب، كيقتلهم بالرصاص الحي، كيعتقلهمش، ما كينعق اطلق الرصاص. ماشي الشباب الصحراويين، حتى الموريتانيين وبالاخص المنقبين على الذهب. هذا التساؤل كان محيرني يا اخوتي، ربما تقدروا توقفوا الكلام ديالي وان شاء الله ترجعوا باش نتموا، يعني عندنا دليل وبرهان. غتمشيو لجوجل، غتمشيو لجوجل وغتكتبوا، كتبوا الجيش الجزائري يقتل منقبين وحبس، ما تكتب لا موريتانيين، ما تكتب لا صحراويين، كتب الجيش الجزائري يقتل منقبين. غتكتشفوا اخوتي بان العدد ديال هاد الاشخاص اللي قتلهم الجيش الجزائري ولا الدرك الجزائري راه بالالاف، راه بالالاف الاخوان، صحراويين وموريتانيين. الجيش الجزائري ولا الدرك الجزائري ما كيعرف الا اطلاق الرصاص الحي ويقتلهم بدون رحمه وبدون شفقه. هذا السؤال اخوتي راه تقريبا هذه اسبوعين غترجعوا في الارشيف ديال هذه القناه، ولا غنحطوا لكم ان شاء الله في رابط في مثبت في اول تعليق على هذا الفيديو، غتلقاو هذا الفيديو. هذا انا سولت الجزائريين نفسهم وسولت البوليزاريو، قلت لهم علاش كتقتلوا هاد الشباب الصحراويين فقط لانهم منقبين على الذهب؟ علاش ما تعتقلوهمش مثلا؟ تعتقلوهم ماشي غير واحد، ماشي 10، ماشي 100، ماشي 200، الاف اخوتي الالاف. جاوبوا الجزائريين والبوليزاريو ان دوك الاشخاص، دوك المنقبين ديال الذهب كيخترقوا القانون، يعني مهربين وكيمشيو يديروا شي تنقيب بدون رخصه. التساؤل الثاني طرحت عليهم، قلت لهم علاش نتوما كتقتلوا بالضبط المنقبين؟ علاش ما تقتلوش المهربين ديال الحشيش والكوكايين وغيرها من والبنزين وغيرها من الاشياء الممنوعه؟ علاش كتقتلوا بالضبط المنقبين؟ لانهم كيحفروا الارض، حاروا وما قدروش يجاوبوا، وانا ما كنتش عارف الجواب. ولكن طحت عليه اخوتي، طحت عليه التساؤل اللي كان محيرني. الجزائر والبوليزاريو كيقتلوا هاد الشباب الصحراويين ولا الموريتانيين المنقبين على الذهب لانهم كيمشي يحفروا في ضواحي مخيمات تندوف ولا ضواحي تندوف، لانه تم الاخوان كاينين مقابر جماعيه اللي منهم جثة هذا المواطن الأمريكي جوزيف كريستيان، لأنه الرعب كيخلي النظام الجزائري أمر الجيش ولا الدرك الجزائري يقتل هذا الشباب الصحراوي لأنه منقبين، لأنه في حالة ما طاح، يعني تصادف أي منقب على الذهب اللي كنقبوا بوسائل بسيطة على هذا الرفات ولا هاد القبور الجماعيه ديال الاجانب، غتكون كارثه في الجزائر. لان هاد الشخص، هاد المواطن المحتجز في مخيمات تندوف ولا هاد الموريتاني اللي كينقب على الذهب وطاح في هاد الاشلاء ولا هاد الجثه ولا هاد الرفات ديال احد الاجانب واللي منهم جوزيف كريستيان، فراه غيطيح على واحد الكنز عظيم. لان السيد كان تيقلب على الذهب غيولي لقى ما هو اغلى من الذهب، لقى رفات ديال سر خطير اللي هو مقتل
مواطن امريكي مبعوث ولا موظف اممي اللي هو جوزيف كريستيان. هاد الاشلاء ولا هاد العظام غيتم عليها تحليل الاي دي ان وغيكتشفوا بانه موظف اممي وغتورط مباشره الجزائر وكبرات ديالها. وربما حتى داك العظام هكا غيبيعوا من داك المراقب على الذهب بثمن خيالي اللي هو اكثر من الذهب. هذا هو اللي كيخلي داك الرعب وداك الفزع وديك الخلعة في النفوس كبران الجزائر، وكيأمروا جيوش ودرك الجزائر باش يطلقوا الرصاص الحي ويقتلوا الصحراويين اللي كينقبوا على الذهب والموريتانيين باش ما يعاودوش ينقبوا ولا يحفروا في الارض ضواحي مخيمات تندوف. لربما يطيح شي واحد فيهم على هاد الجثة ولا على جثث ولا على اشلاء ولا على رفات ديال مقابر جماعية ديال الاجانب اللي منهم جوزيف كريستيان. لانه من غير معقول اخوتي، انا سالت عده مرات، من غير معقول ان الجزائر تعتبر انها تناصر الشعوب المظلومه، وتعتبر الجزائر البوليزاريو شعب مظلوم، وتعتبرهم لاجئين من المفروض عليها ومن الطبيعي تحميهم، لكن الجزائر كتقتلهم بالراس الحي. ما هي خدماتهم؟ ما شافت لهم وظائف، ما عطاتهم مساكن ديال عيش كريم، واكثر من هذا كتمنعهم حتى يقتاتوا من حشاش الارض. كما تري الهره في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد الحديث نبوي شريف ما نغلطوش فيه ولكن نعطيو المجمل ديالو المضمون ديالو، ان واحد الهره سيده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حديث نبوي شريف، حكى على واحد السيده عذبت امراه هره حبستها حتى ماتت، لهي تركتها تاكل حتى من حشاش الارض فدخلت في هذا النار. يعني هاد الصحراويين ديال مخيمة تنتوف محتاجهم الجزائر، مجوعاهم، معطشاهم، محاصرهم، وما خلاتهمش يقتاتوا حتى من دوك الفتيتات ديال الذهب اللي كينقبوا عليها في ضواحي مخيمة تنتوف. واكثر من هذاك طلق عليهم الرصاص الحي وكتقتلهم ولا كتحرقهم احياء. وهذا راجع الاخوان السبب ديالو هو الرعب، الرعب ديال كبران الجزائر، لانهم كيخافوا لا يطيح شي واحد من المنقبين ديال الذهب على شي مقبر جماعي ديال هاد الاجانب ولا هاد القبر ولا هاد الجثة ولا هاد الرفات ديال جوزيف كريستيان. اخوتي هذا هو السبب الحقيقي. وانا تساءلت عده مرات، تساءلت عده مرات وصوت البوليزاريو نفسهم وصوت الجزائريين نفسهم، قلت لهم علاش كتقتلوهم؟ يبقى انكم نتوما كتعتبروهم لاجئين، علاش كتقتلوهم؟ غنحط لكم اخوتي الرابط ديال الفيديو هنا في التعليق، غتلقاوه مثبت، دخلوا التعاليق غتلقاوه مثبت في اعلى التعاليق مثبت. تلقاوني سولتهم حيت انا كتحير اخوتي، كتحير. اليوم كنكتشف بان الجزائر فعلا كتقتلهم وكتطلق عليهم الرصاص الحي باش ما يحفروش ويستقشي واحد فيهم طيح على شي مقبره جماعيه ولا شي قبر ولا شي جثه ولا شي عظام ديال هاد المواطن الامريكي اللي هو جوزيف كريستيان. الجزائر صفت كذلك واحد الجلاد ديال البوليزار سميتو البطل، سيدي احمد البطل، لان هذا الشخص هذا عنده خزان من المعلومات، خزان من الاسرار، بينها قتل وتصفيه مواطنين اجانب اسبان وامريكيين. وهذا خلى الجزائر تقتل هذا البطل بمجرد انه طاح ولا سقط ابراهيم غالي في يد دوله اجنبيه لاسبانيا، لانه ربما يتفتح هذا الملف والتحقيقات ويسولوا البطل ويمشي للولايات المتحده الامريكيه ولا الانتربول اف بي اي، غيسولوا على شنو واقع في مخيمه تندوف، وغيقر لهم بان بوليزاريو وكبران الجزائر والمخابره الجزائريه صفات عدد كبير من الاجانب، والاخطر فيهم هو الموظف الاممي ولا المترجم ديال فالدهايم. وغتنفضح القضيه، لان احنا اليوم ماشي كنواجهوا نظام جزائر، كنواجهوا نظام ارهابي اللي هو المخابرات الجزائريه ولا كبران الجزائر. اذا الاخوان، انا شخصيا كنرتاح من واحد التساؤل كنضارني في راسي، يعني الشخصيه ديالي شي حاجه ما فهمتهاش ما عرفتهاش كتبقى شاغلاني. كنكتشفوا الاخوان جميع بان الجزائر ونظامها كيقتل هاد الصحراويين اللي كيعتبروا ملاجئين بالرصاص الحي
لان خشيه من الوقوع في احد المقابر الجماعيه. في كلتا الحالتين الجزائر في ورطه، كتقتل اشخاص كتسميهم لاجئين، وفي نفس الوقت خايفه لا يطيحوا على هذه المقابر الجماعيه. حتى هذا المقتل ديال هاد الشباب الصحراويين اللي كيعتبروا لاجئين اللي هم منقبين الذهب، فراه كتقتلهم الجزائر وكتطمس القضيه، كتطمسها، ما كتبغيش تخرج عند الراي العام الدولي، كتنكر ليها، كتنكر تقول ما كاينش هادشي كاع، ما كاين، ما سمعناش به. كيقتلوهم والناس كيبكيو، الامهات ديال المخيمات تندوف ديال هاد الشباب الصحراوي كيضلوا يبكيو ويبكيو الدم، ولكن الجزائر والابواق ديالها كيتنكروا على هذه القضيه، ما كيبغيوش يجبدوا يخرجوها للواقع، لانه غيتطرح سؤال علاش كتقتلوهم؟ ما كنتوما كتعتبروهم لاجئين؟ من اللي ما خلوش ينقبوا على الفوتيتات الذهب وظفوهم، عطيهم وظائف ديال الشغل، وظائف العمل، طبقوا صراحهم، عطيهم بطاقات لاجئين. يعني الجزائر كتقتلهم خشيه من ان يقع احد فيهم على احد القبور الجماعيه اللي منهم قبر جوزيف كريستيان ولا قبر مجموعه ديال المواطنين الاسبان. حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم.